ما هو الحيوان الذي يقوم بحك أذنه بأنفه؟ الجواب: الفيل. ما هو الحيوان الذي يزن لسانه وزن الفيل؟ الجواب: الحوت. ما هو الحيوان الذي لا يمكنه إخراج لسانه من فمه؟ الجواب: التمساح. ما هو الحيوان الذي يستطيع الرؤية بأذنيه؟ الجواب: الخفاش. ما هو أسرع حيوان في العالم؟ الجواب: الفهد. ما هو الطائر الذي قام بدفن أخيه؟ الجواب: الغراب. ما هي الحشرة التي تمتلك 5 عيون؟ الجواب: النحلة. ما هو الحيوان الذي يمتلك أقوى ذاكرة؟ الجواب: الجمل.